احتفل المجلس السعودي للجودة بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه بحضور معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي. في الحقيقة المجلس قدم الكثير، وهو دليل على أنه المجتمع المدني يستطيع أن يقدم الكثير. المجلس عمل كل عمل تطوعي وساهم كثيرا في نشاطات الجودة في المنطقة الغربية، في منطقة مكة المكرمة. لا يسعني إلا في الحقيقة أن أشكر الزملاء الذين أسسوا هذا المجلس وساهموا في النشاطات المختلفة، وبإذن الله تعالى سيستمر هذا العطاء، وأيضا سنرى إن شاء الله تجارب مماثلة في مناطق المملكة المختلفة. شكرا لكم. 25 عام من العطاء والبذل والعمل التطوعي والمهني، 25 عام من الشغف وحب رسالة الجودة قدمها أبناء هذا الوطن من مواطنين ومقيمين من المحترفين والخبراء، مئات بل أكثر من 500 فعالية وملتقى تم تنظيمها خلال هذا الربع القرن، وكان لدينا أكثر من 5000 متطوع مشارك في هذه المسيرة، وأكثر من 45,000 استفادوا من هذه الفعاليات، ولدينا نشاطات متواصلة. المجلس يمثل قصة نجاح في العمل التطوعي والبذل والعطاء من أجل خدمة المجتمع. الحقيقة في البداية أحب أهنئ أنفسنا وأهنئ الجميع على احتفالية 25 سنة للمجلس السعودي للجودة، الذي قام حقيقة برسالة تركز على نشر مفاهيم الجودة والتميز للمجتمع السعودي. والحقيقة يتواكب المجلس السعودي للجودة دائما بالجديد والحديث في علم الجودة وتطبيقات التميز المؤسسي، ومن أهم هذا التواكب حقيقة يركز على توجه الدولة لإحداث التحول الوطني والتحول المؤسسي في كثير من الجهات، ومن أهمها الجهات الحكومية. دخل الحفل جلسات وكلمات توضح مفهوم وتطبيقات الجودة بما تمثله من ركيزة محورية وجوهرية في الارتقاء بجودة الحياة في المملكة بشكل عام. يعني 25 سنة من ثقافة الجودة ونشر هذه الثقافة على مستوى المملكة العربية السعودية، مناسبة تهم المجلس السعودي اللي هو كان الدينامو لهذه الثقافة وتطوير مفهوم الجودة، وكذلك لأنها في وقتها المناسب. يعني الفكر الآن يتماشى مع رؤية 2030 وتركيز الحكومة على تحسين الخدمات، على رفع مستوى حياة الإنسان. الكتاب هذا عبارة عن يعني وصف لرحلة المجلس السعودي للجودة وأعضاء المجلس في ذهبنا إلى اليابان، وهذه الرحلة تم تدوينها للدروس والعبر. فالكتاب سمي بكوكب الجودة، اليابان يطلق عليها كوكب الأرض، فتم تأليف الكتاب هذا ليتحدث عن رحلة ورسالة وثورة ومعجزة الجودة في دولة اليابان الشقيقة. فكان عبارة عن 3 فصول. الفصل الأول عبارة مدخل للتعرف على اليابان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية، ودخول الإسلام لليابان. وتسعى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لدعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز وترسيخ ممارسات الجودة ونشر ثقافتها في مختلف قطاعات الأعمال، لينعكس على واقع ممارسات الجودة في المملكة العربية السعودية. الجميع أبلغونا وفادونا أن الجودة ما شاء الله تبارك الله في جميع القطاعات، سواء الحكومية أو القطاعات الأهلية أو القطاعات الخيرية، وما شاهدناه اليوم هو مثال للجودة بإتقان وصناعة واحتراف. ثم تم تكريم منسوبي الجودة والرعاة المشاركين في الحفل وتكريم قناة إقرأ الفضائية. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، والإتقان جزء لا يتجزأ من الجودة التي أخذها على عاتقه هذا المجلس خلال 25 عام مضت. نزار العلي لقناة إقرأ الفضائية، جدة.